بالأمس كان الضوء المنتشر من الفانوس يكفي لإنارة عائلة كاملة. كنا لا نعطش إلا وقد ظهرت في السماء سحب سوداء، وما فاتنا ولو قطرة واحدة إلا جرعناها تماما. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا نهارا معاشا وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا في المعصرات ماء سجاجا هيا لندخر قطرات الماء الذهبية للجيل القادم. واليوم لا نجد النور حتى في النهار، ولا غصن الشجر لتبقي عليه قطرات السماء. قد نبضت منابع الرحمة وأصبح الإنسان آلة. فهيا ندخر الطاقة ولو بقليل للأجيال القادمة. وغدا إن نستهلك موارد اليوم سنواجه صعوبة في توافر الماء وأزمة في الطاقة غدا، فهيا نقسم أن نستخدم الموارد وألا نستهلكها. وهيا نحافظ على قبضة من الطاقة وقدر من الماء المشروب للأجيال القادمة.